Nous sommes ici à l'école Unité scolaire de Tanger pour l'éducation et la culture. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter un documentaire filmé sur notre établissement. En espérant qu'il vous plaira. برنامج مضمون ولمحة تفصيلية نوعا ما عن هذه المؤسسة قسم تقديم فقراته بين العاملين بها. سيحاول كل عامل تعريفنا بمهامه وبالمرفق العامل به داخل هذه المؤسسة. عسانا نلقي صورة تنال استحسان المتلقي. ونبدأ الآن مع السيد مدير المؤسسة السيد زكريا أبو أيوب. فلنتعرف على الآنسة راجل وهي كاتبة المؤسسة. مرحبا بكم وتفضلوا عند السيد المدير. مهمتي كمدير المؤسسة كما يدل على ذلك اسم المدير وهي إدارة وقيادة هذه المؤسسة كسائق الذي يقود ويدير عجلات المركبة التي يسوقها. والعمل في المدير في شقين، كاين شق تربوي وشق اداري. الشق التربوي اقوم به بمساعده مفتشين من وزاره التربيه الوطنيه، وذلك لتحديد النهج الذي ستسير عليه المؤسسه، وبمساعده كل المدرسين والمدرسات الموجودين في هذه المؤسسه. كتحديد استعمالات الزمن، تحديد الأنشطة، تحديد المقررات، هذه كلها داخلة في الشق البيداغوجي. أما الشق الثاني هو الشق الإداري، فيعتمد أولا وأساسا على توفير الظروف والوسائل التي تتيح للمدرسين وللتلاميذ القيام بمهامهم. مهمة الأستاذ هي المواكبة وتقدير التلميذ، ومهمة التلميذ هي التحصيل والمنتظرة. والشق الآخر الإداري وهو والشق الآخر من المهمة الإدارية وهي السهر على كل ما يتعلق بالتموين والتمويل رواتب الموظفين والموظفات، تسجيلات، كل هذه الامور داخل في مهام المدير. ولكن المدير بطبيعه الحال لا يعمل لوحده. الشق التربوي كما قلت باننا نعمل جماعه مع المدرسين والمفتشين، وفي الشق الثاني الشق الاداري نعمل مع فريق يتكون من مقتصد ومن كاتبه ومن مساعدة المسؤول الإداري ومن المسؤول الإداري والمالي للمؤسسة وهو السيد عثمان الذي ستلتقون به بعد قليل. مرحبا، أولا كنرحبوا بكم عندنا هنا في المكتب ديالنا. هذا المكتب هذا الوظيفة ديالو هي كتشمل تسجيل التلاميذ اللي كيكونوا باغيين يدخلوا يقراوا في المدرسة ديالنا. ثانيا المحاسبة جميع الحسابات، كنترول جميع الحسابات ديال المؤسسة، الحساب البنكي والحساب الداخلي، المقتنيات اللي كتشمل اللي كتخص المؤسسه بجميع المرافق ديالها، تسيير الرواتب ديال الموظفين، وزياده جميع ما كيخص المؤسسه باش يكون واحد السير العادي ديال العمل هنا في المؤسسه. وهذا الشيء كامل كيكون بمساعده شخصين ضروريين. الشخص الاول هي مريم شكوكي اللي هي المساعدة ديالي هنا في المكتب، والآخر سعيد المختصين التجديد ديالنا. إذا عندنا جوج أجنحة ديال التدريس، جناح ديال التدريس خاص بالأقسام الإبتدائي هو اللي كيوجد على اليمين ديالنا الآن، وجناح ديال التدريس خاص بالأقسام ديال الإعدادي كيوجد على اليسار ديالنا. عندنا قاعات ديال الأنشطة الموازية اللي هي قاعة ديال التربية التشكيلية القاعة رقم جوج، والقاعة ديال الموسيقى القاعة رقم خمسة. عندنا القاعة ديال الإعداديات الطابق الأول، والقاعة ديال المسرح في الطابق الثاني.
عدد التلاميذ ديال المؤسسة هو حوالي 67 تلميذ، فيهم نسبة ديال تقريبا 50% من الأبناء ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إذا غادي تفضلوا معايا باش نشوفوا الأجنحة ديال التدريس اللي كتوفر عليها المؤسسة. لا كان بين السن ديالو 5 ديال السنوات، ومن بعد غادي نمشيو للسيدة عائشة باش تقدمنا القسم الداخلي. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. الداخلية كتستقطب تلاميذ الوافدين من دول مختلفة، من فرنسا، هولندا، بلجيكا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية. بلغ عندنا عدد الإجمالي للتلاميذ الداخليين خلال هذه السنة 94 تلميذ وتلميذة، كيتوزعوا على الشكل التالي. عندنا الطبق العلوي هو خاص بالذكور، عندنا اللي كيبلغ العدد ديالهم 47 تلميذ، وعندنا الطبق السفلي هو خاص بالإناث اللي كيبلغ العدد ديالهم 35 تلميذة، والذكور أقل من 10 سنوات واللي كيبلغ العدد ديالهم 12 تلميذ. وتفضلوا معنا تشوفوا الداخلية. مرحبا بكم معنا. على السيرة الداخلية تقام المكون من 8 مربيات
يعني يستقبل الوردية التلاميذ بعد خروجهم من الدراسة ويقومنا بمراقبتهم أثناء وجبات الأكل وخلال فترة تواجدهم قيل تحت فترة تواجدهم الداخلية. كما يتكلفنا بإعطاء دروس الدعم والتقوية في جميع المواد ومساعدة التلاميذ على إنجاز الواجبات الدراسية. مجموعة من الأنشطة كالمسرح يوم الأربعاء والتقديم الدنيا الست صباحا، وكما يقومون بمجموعة من الخرجات الترفيهية والرحلات آخرها رحلة إلى مدينة شفشاون الجميلة يوم السبت 24 أبريل. يتم تنظيم مجموعة من السهرات والأمسيات لإحياء الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية وتعريف العادات والتقاليد المغربية كعيد المولد النبوي الشريف وليلة القدر وحفلة عاشوراء. شكرا. منسق برنامج المدارس الإيكولوجية بمؤسستي. مرحبا بكم في مشروع المدرسة الإيكولوجية، مشروع اللي كنشرف عليه المؤسس محمد السادس لحماية البيئة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الأخرى واللي الهدف منها هو ترسيخ ثقافة التربية البيئية والحفاظ على البيئة بصفة عامة. هذه المشاريع كانت هي الشواطئ النظيفة، الهواء النقي، أيضا مشروع الصحفي الشاب اللي كيهم مؤسسات تعليمية أيضا، وكذلك مشروع على المدارس الإيكولوجية اللي حنا بصدده. هذا المشروع هذا فكيتطلب من أي مؤسسة كتنخرط فيها أنها تشتغل على كذا ديال المحاور الأساسية، محور النفايات، محور الماء، ومحور الطاقة. المؤسسة ديالنا أيضا إيمانا منها بالدور الكبير للبيئة أيضا في والتأثير ديالها خصوصا على العملية التعليمية التعلمية، فرطأت أيضا دخلت في هذا المشروع مساهمة منها أيضا في تربية أجيال الغد حول المحافظة على البيئة. بالنسبة لنا كانت الخطوة الأولى هي تشكيل لجنة التتبع اللي كان تمثيلية فيها أيضا للتلاميذ، للأساتذة، للإداريين، للآباء ولمجموعة من الشركاء اللي حاولنا أننا نخاطبهم في المشروع لتقديم الدعم أكيد للمؤسسة من أجل نجاح المشروع هذا. المرحلة الثانية كانت هي تشخيص البيئي وذلك الوقوف على الحالة الراهنة للمؤسسة على مستوى النفايات أو الماء أو الطاقة باش نتمكنوا من بعد ذلك وضع خطة عمل اللي غادي نشتغلوا عليها. أيضا فبالنسبة للمشروع فكان هناك مطلوب من الجميع أنه يشتغل على المشروع ولكن دون الإحساس بأنه يعني عبء إضافي حول أو على كاهل التلميذ، اي انه يجب الربط دائما المقررات الدراسيه يعني بالمشروع، ففي اي درس ممكن نلقاو علاقه مع البيئه وهذا اللي يجتهدوا فيه الاساتذه ديالنا والحمد لله توفقوا فيه بشكل يعني كبير جدا. ايضا مرحله اخرى وهي الانفتاح على الجماعه وهذا ايضا توفقنا فيه بحيث اننا تمكنا من اشراك مجموعه من الشركاء خصوصا وكاله من التعاون التقني مجد ازال، مركز التربيه البيئيه، جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض، مجلس المدينه، وزاره التربيه الوطنيه، نيابه وزاره التربيه الوطنيه ايضا، مندوبيه الطاقه والمعادن، المصالح الخارجيه للبيئه، مندوبيه المياه والغابات، الى غير ذلك من الشركاء، بالطبع المجتمع المدني من خلال جمعيه امل لاصدقاء الصحه، الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه الى غير ذلك من الشركاء. لنعود هنا الى فقط الى العمليه داخل المؤسسه، فعلى مستوى النفايات كان الهدف من النفايات هو ان نقلصوا من النفايات اللي كتجي على المؤسسه او على الاقل ما استطعنا شيء نقلصوا من ان كميه النفايات اللي كنسيقوها للمطرح البلدي. وهكذا تشخيص بيئي فاعطانا ان المؤسسه كتنتج 32 طن سنويا من النفايات. اذا كان وجب التفكير في الطريقه من اجل انه نقصوا من هذه الكميه اللي كتمشي للمطرح البلدي، وهكذا اعتمدنا على جوج ديال العمليات المهمين، اولا العمليه الفرز الدرجه الاولى فرز النفايات، ثاني عمليه بالنسبه للمساله هذه هو التثمين والبيان.
التسميع على مستوى الريسيكلاج او التدوير داخل المؤسسه، وكذلك التسميع على مستوى عمليات البيع. هذه العمليات ممكننا واحد من اننا نقصوا كميه نفايات كتمشي للطاح البلدي بالنصف 50% حاليا، اي ولات 16 طن هي اللي كتمشي للطاح البلدي. ثاني حاجه مكنتنا اننا يكون عندنا موارد ماليه تمكننا نمول بها مجموعه من العمليات الاخرى، وعلى الموارد الماليه يمكننا نقصوها 25,000 درهم خلال هذه المرحله ككل. ونأمل ايضا في تقليص اكثر بربو اكثر من 50%، وذلك يعني بتفعيل لو كومبوستاج او تخمير النفايات العضويه. على مستوى الماء فكان الهدف جوج ديال الاهداف حقا، كان ترشيد الاستهلاك وكذلك الحفاظ على وحمايه المياه العديمه من التلوث. اذا بالنسبه للترشيد فتمت مجموعه من العمليات اللي شارك فيها الجميع ايضا، سواء يعني تغيير الصنابير من عاديه الى اقتصاديه، كذلك يعني اعتماد يعني ساعه في اليوم بدون ماء، هذه المساله اللي جات مؤخرا طلقات يوم 22 ابريل مع يعني اليوم احتفال باليوم العالمي للارض، كذلك تغيير اوقات السقي الى اوقات اللي ما كيوقعش فيها التبخر بشكل كثير، الى غير ذلك من العمليات. يمكنت اننا نربحوا تقريبا 1614 متر مكعب في السماء مقارنه مع السنوات الماضيه. ايضا على مستوى التلوث فكان هناك اتفاق يعني وشراكه مع كليه العلوم والتقنيه، وهنا كتكمن اهميه الشراكه كليه العلوم والتقنيه لانهما كيتوفر على واحد الورشه صغيره ولا صغيره كنتمنى تكون قويه مستقبلا، هي عباره عن ورشه لتدوير الزيت المستعمل في القلب وتحويله الى صابون. مكنا من هذه العمليه من اننا كنجمعوا الزيوت ديالنا اللي كنستعملوها ما بقاش كتلاح في زيغو، وكنديوها لكليه العلوم التقنيه، وبالطبع كناخذوا صابون اللي هو يستعمل صابون طبيعي ما فيهش مواد كيميائيه كيتستعمل في يعني الغسيل ديال الارض الى غير ذلك. هذه مساله اللي هي مهمه. على مستوى الطاقه ايضا هناك تغيير جميع يعني المصابيح من مصابيح عاديه لمصابيح اقتصاديه، من اختيار اوقات ايضا ديال فين كنشعلوا الضوء، ليزورديناتور اللي ما كانش خدامين بهم كيطفاو، الى غير ذلك من المسائل اللي هي بسيطه جدا، واللي مكنتنا اننا نربحوا تقريبا 11,000 درهم في الشهر، يعني مقارنه مع الشهور الاخرين اللي ما كانش فيهم المشرف. كل هذه العمليات مكنات من ان نربح مجموعه من الامور. اولا على المستوى التربوي فتمكنا ودخلنا مجموعه من السلوكات التربويه سواء لنا حنايا كناس راشدين او الاطفال ديالنا اللي كتهم الحفاظ على البيئه، واللي وضحت لنا بانه بسلوك مؤسسة والذي يشرف عليه السيد محمد الدراوي. بعد الجولة القصيرة اللي قمنا بها في المطبخ، الآن كنتواجدوا في قاعة المطعم اللي كتستقبل حوالي 300 تلميذ يوميا، متوزعين على جميع الأجزاء، وقتل الجمعات الابتدائي والجمعات الإعدادي ثم جمعات الحضانة. النونية توضع قرية الحال بعد تحت إشراف الشيخ المدير بعد اجتماع مع إدارة اللي في مسؤول إداري طبيب ومقتصد ورئيس المطبخ. راعينا في التنوع الغذائي ديال التلاميذ وصافي. على اي بعد الاضاحه كامله على الممرضه ديال المؤسسه اللي غتزيد بعض المعلومات
كتعلق بالتعاون ديال المؤسسه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي ممرضه المؤسسه اقوم اشرف على نظافه المطعم والاكل وجميع المرافق للمؤسسه. شنو قسم كتقرا؟ قسم اول. صافي يلا امشي القسم ديالك. هاك عجبك؟ غادي تغدى دابا يا؟ يلا هاك. سلام. المهام التي اقوم بها الاسعافات الاوليه التي اقدمها للتلاميذ عند وقوع حوادث مدرسيه، وكذلك إذا اقتضى الحال ننقلهم إلى المصحة من أجل تناول الأشعة أو تلميذ تحت إشراف الطبي المباشر. السلام عليكم.
معية السيد إبراهيم القاسم ورضوان الغازي، وهؤلاء هم المكلفون بإصلاح وترميم كل ما يصيب عطل المؤسسة. يعني التي تأسس المدرسة لما ضوء جدار جميع السيارات داخل المعدة. الذي وصل دورته السادسة هذه السنة،
والمناظرات التي أصبحت مجالاً للتلافت والبحث عن والتنقيب عن الحجاج المقنع. كما لا ننسى المسابقات الثقافية الخاصة بالمؤسسة واللي أصبحت عادة سنوية كالأقصوصة والجريدة المدرسية باللغتين الفرنسية والعربية، عندنا الإملاء باللغة الفرنسية، عندنا تحدي القراءة، أولمبياد الرياضيات، إضافة إلى المشاركة في المسابقات التي تنظمها جهات المؤسسة كالمعهد الفرنسي أو المعهد الإسباني أو النيابة التعليم، والتي غالبا ما يحصل فيها تلامذتنا على رتب جد مشرفة. فمثلا هذه السنة حصل تلاميذنا على جوائز في أولمبياد الرياضيات، على جوائز أيضا في جريدة قسم باللغة الفرنسية، أيضا في لو بليزير دو ليغي متعة القراءة والمجسمات. والآن كنظن أنني استوفيت جميع الأنشطة التي نقوم بها في مركز التوثيق والإعلام، والآن نترككم مع السيد العربي المرتجي المسؤول عن النقل المركزي.